ما هدف سورة البقرة وما أهم موضوعاتها؟ هدف سورة البقرة أن تكون تقيا مسارعا للخيرات، وموضوعاتها عبارة عن 6 موضوعات بست مراحل. المرحلة الأولى تعليم للتقوى مباشر، وده 29 آية. المرحلة الثانية تعليم بالتقوى غير مباشر، وده 112 آية، واخد 3 نماذج: قصة إبليس، قصة بني إسرائيل، قصة إبراهيم. تعليم تطبيق هذا على النفس، وده 5/4، وتطبيق على الأسرة، وده 40، تطبيق على المجتمع، دول 5/4، واختبار أخير. الجزء الأول والثاني 29 و112 دول عاملين الجزء الأول. التطبيق على النفس والأسرة والمجتمع والاختبار الأخير دول عاملين جزء ونص. أقول هذا واستغفر الله لك. ما موضوعات الربع الثاني من سورة البقرة؟ موضوعين. الموضوع الأول علاج العقيدة الفاسدة عند المنافقين، تاني حاجة قصة إبليس. المنافقين بيقولوا القرآن مش مفهوم، عشان كده القرآن ده مش من عند ربنا. نرد عليهم نقول لهم القرآن مفهوم، بدليل ان رب يضرب ربنا امثلة بالحشرات اللي هي ادق حاجة فما فوقها في الحقارة، والمؤمنين فاهمين، وسبب ان انتم مش فاهمينه الفسق. طيب تاني حاجة، الفسق جا منين؟ جا من 3 حاجات: انت ما تتعلمش، ومن العلم يوصل، وبتعمل معاصي. تالت عنوان العلاج انك تخاف ربنا بالتأمل في خلق الانسان وخلق الكون. طيب نخش بقى في قصة إبليس. إبليس عمل معصية وزال الانقياد من قلبه، وهو مش معذور ل5 أدلة. الدليل الأول أن ربنا سمح له يسأل عن الحكمة، وبعدين رد عليه وعلم آدم الأسماء كلها ورد عليه عملي. ثالث حاجة أنه أصر على ذنبه رغم أن الملائكة سجدت. الرابع أنه أصر على ذنبه وراح لإبليس لآدم وأخرجه من الجنة بالحلف الكذب. اخر حاجة انه اصر على ذنبه رغم انه شايف ادم نزل الارض وتاب الى الله، وهو اصر وما تابش الى الله. لتعرف التفاصيل والادلة ننصحك باقتناء كتاب اتقان تفسير سورة البقرة، فانه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة احمد حسني. ما موضوعات الربع الثاني؟ ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا. الربع ده بينقسم لقسمين. اول قسم بنصلح العقيدة للمنافق الذي ولمن فيه جزء من النفاق. احنا خدنا خوف ومحبة في الربع الاولاني، فضل اصلاح العقيدة هناخدهم في الربع ده. الجزء الثاني بناخد اول نموذج من 3 نماذج اللي في 112 آية اللي هو ابليس، بعدها ناخد بني اسرائيل، بعدها ناخد سيدنا ابراهيم. يبقى نهاية 29 آية الاولانيين التعليم المباشر، اخرهم إصلاح العقيدة لمن في قلبه نفاق. طب ناخد الجزء الأولاني في الربع. إيه العقيدة الفاسدة اللي هنصلحها؟ هم بيقولوا القرآن ده مش من عند ربنا. ليه؟ قال عشان القرآن ده فيه أمثلة، والأمثلة دي صعبة ومش بنفهمها، وفيها حشرات، ومفيش كتاب من عند ربنا قال فيه حشرات. ده الشبهة اللي عندهم. طيب الرد بقى على الشبهة دي، نرد نقول ايه الرد على الشبهة دي؟ نقول لهم 3 حاجات. اولا ربنا لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها من الحقار، والمؤمنين عارفين ان ده الحق من ربه، وان ده افضل مثال، لان ده المثال الدقيق اللي بينطبق على الآلهة. اما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. الكافر بقى مش فاهم المثال فيقول ماذا أراد الله بهذا مثلا. طب إيه اللي ما خلوش فهمه؟ إيه اللي خلى المؤمن فاهم المثال والكافر مش فاهمه؟ اللي ما خلوش فهمه يضل به كثيرا، إن ربنا أضله ويهدي به كثيرا. طب ليه ربنا أضله وهدى المؤمنين وما يضل به إلا الفاسقين؟ عشان هو فسق وعمل معاصي، فربنا غضب عليه فختم على قلبه ومبقاش فاهم الأمثلة. ده أول رد. يبقى أول رد ربنا هيضرب أمثلة وما فوقها من الحقارة كمان، والمؤمن عارف انه الحق، والكافر مش هيفهمها لأن ربنا طرده عشان هو فاسق. طيب الرد التاني بقى، طب إيه الذنوب اللي عملها اللي خلته فاسق وخلت ربنا يطرده ويمنع عنه الهدى؟ 3 ذنوب: إنه ما عملش الخير، ومنع توصيله للناس، وعمل الشر. ما تعلمش أمور دينه، ومنع العلم يوصل للناس، وعمل معاصي.
انه ما صلاش ومنع حد يأمر بالصلاة وهو نفسه بقى بيشرب خمر. يمنع الخير ما بيعملش الخير ويمنعه ويعمل معاصي. ايه الدليل؟ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق. عهد الله انك تتعلم وتزكي وتصوم، هو ده عهد ربنا اللي صرح بيه في حاجات ايات يعني. مش كده وبس، الجريمة الاكبر بقى ويقطعون ما امر الله به ان يوصل، ويمنع الخير ده يوصل للناس. طب انت مقصر اسكت، لا ده مقصر ومنع الناس تهتدي. ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض، الجريمة التالتة بقى ان يعمل معاصي ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون. محدش خسر غيرهم، دول التلات ذنوب اللي دمروا. طيب كيف يعالج هذا الرجل الذي في نفاق نفسه؟ يعمل حاجتين، يتذكر انه هيبعث، واكبر دليل على البعث حاجتين، خلق الانسان وخلق السماوات والارض. طب خلق الانسان فين؟ كيف تكفرون بالله؟ يعني ازاي تتجرأوا تكفروا على ربنا وما تخافوش من ربنا؟ وكنتم امواتا فاحياكم، كنت اموات يعني كنت تراب فاحياكم في بطون امهاتكم، ثم يميتكم في القبور، ثم يحييكم يوم القيامة بالنفخة التانية، ثم اليه ترجعون وتحاسبون. ازاي افتكروا ان انتوا زي ما اتخلقتوا مرة هتتخلقوا التاني؟ ما تخافوا من ربنا واوعوا تتجرأوا عليه. واكبر دليل ان انتوا هتبعثوا ان ربنا خلقكم مرة قبل كده، كما بدأنا اول خلق نوعين. طيب الحاجة التانية اللي تخوفك خلق السماوات والارض، ايه اللي فيها دي بقى؟ وهو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، خلق كل حاجة في الارض، ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. يبقى دلوقتي يا اخوانا الجزء الاولاني خلص كده، صلحنا العقيدة بتاعتهم. ربنا هيضرب المثال ده تاني والكفار مش هيشوفوه عشان هم عمي وفاسقين. سبب فسقهم ثلاث ذنوب، وعلاج الفسق دوت اذا استندوا عليه. كده خلصنا اول جزء. بعد كده هنخش في بني النموذج الاول، هنخش في التعليم بقى الغير مباشر بثلاث نماذج. ابليس قال عصى وكفر، وادم عصى، بني اسرائيل عصوا فسقوا ربنا دمر حياتهم، وسيدنا ابراهيم قال سمعنا واطعنا وربنا جعله المتقين اماما. ناخد اول واحد اللي هو ابليس. ابليس دوت عصى وكفر، ادم امر بالسجود وامر ما ياكلش من الشجره، وادم عصى ما سكن من الشجره، وابليس امر بالسجود وما سكتش فكفر. طب هل ابليس مظلوم عشان عمل ذنب وبقى كافر؟ لا مش مظلوم. ليه مش مظلوم؟ لخمس اسباب، خمس مشاهد في القصه دي. اول سبب ان ربنا لما امر الملائكه وابليس كان فيهم ان هم ان ربنا هيخلق ادم، وفهمهم ان هو ان هم ليهم وظيفه مع ادم، وفهمهم ان ادم ده في ناس منهم هيبقوا صالحين وناس تانيين من بني ادمين هيسفكون الدماء. ابليس مع الملائكه طلبوا الحكمه، قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، طلب الحكمه. يبقى هو اول سبب ان ربنا سمح لهم يطلبوا الحكمه. تاني حاجه ربنا رد عليهم نظري وعملي. نظري قال اني اعلم ما لا تعلمون، وعلم لي علم ادم الاسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يبقى ربنا رد عليهم رد عملي، بين لهم إن آدم ده أفضل بالعلم، يبقى سمح له يسأل الحكمة ورد عليه رد عملي وفهموا الحكمة وأثبتها له. تالت حاجة الملائكة كلهم سجدوا إلا هو، يبقى هو مش مظلوم. والمشكله بقى مش ما سجدش وبس، ده ما سجدش وبيقول انا مش غلطان، ابى واستكبر، استكبر ان انا غلطان. كل من ارتكب ذنبا وقال انا مش غلطان واللي عملته ده صح، كده الراجل ده اصبح مرتد. طيب السبب الرابع
اللي يخليه مش مظلوم ايه؟ ان بعد الموقف ده عمل جريمة تانية اشد. ايه الجريمة؟ ان وسوس لآدم وحلف له كذب وقاسمهما اني لكم لمن الناصحين وطلعهم الجنة. قال الله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن انت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئت وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان، الشيطان وقعهم في الزلل والخطأ، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. يبقى عمل جريمة وقع آدم في الخطأ. السبب الخامس ان هو مش مظلوم، انه بعد ما نزل الارض فتلقى ادم من ربي كلمات فتاب عليه. انا عامل ذنب، هو عامل ذنب، هو تلقى كلمات فتاب عليه، طب انا توب بقى زيه. لم يتشبه بادم واصر على الذنب واصر ان يفضل كافر ولم يتوب. قلنا اهبطوا منها جميعا فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ده نموذج لواحد عمل معصية وكفر. محدش يعمل معصية ويستكبر ويعترف بالخطأ إلا وهو كافر على طول. وما فيش حد مظلوم، إبليس مش مظلوم لخمس أسباب: سأل عن الحكمة مع الملائكة، ربنا أجابه عن الحكمة، هو الوحيد اللي ما سجدش والملائكة كلهم سجدوا، راح أزل آدم وقعه في الزلل والخطأ وطلعه من الجنة، وآدم تاب وده أصر برضك ما تابش، فبذلك هو مش مظلوم. قل قولي هذا واستغفر لي ولكم. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب إتقان تفسير سورة البقرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في يوتيوب عن مدرسة أحمد حسني. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب إتقان تفسير سورة البقرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني.